التواضع ما هو؟ التواضع كما يقول بعض السلف، التواضع هو حينما تخرج ألا ترى لأحد عليك، ألا ترى لأحد لك عليه فضل، وأن ترى بأن كل من تقابله له فضل عليك. لاحظ كيف بعض العلماء يعرفون الشيء بصورته بأثره، هكذا يعرفون، يقول إذا خرجت ألا ترى لنفسك حق على أحد من الناس، حتى لو كنت متفضلا على أحد بمال، بعلم، بفائدة، بشفاعة، بشيء من هذا القبيل، بمعنى أن يقوم شاهد مراقبة الله عز وجل وأن الله هو المتفضل عليك والمنعم عليك، وأن الله تعالى هو الذي هداك لأن تنفع الآخرين، وهو الذي أعطاك، وهو الذي منحك، وهو الذي وهبك، ولولا الله لم تكن شيئا، لولا الله لم تكن شيئا. هذا هو التواضع اللي عرفه بعض العلماء.